أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة والمباشرة لتطورات المشهد الجزائري، مشهد يصر فيه الشعب الجزائري على تحقيق طموحه الأول والأخير في تغيير شامل لمنظومة حكم يبدو أنها تحاول الالتفاف على مطالب الشعب، تحاول التلاعب بالرأي العام. كذلك البرلمان سيجتمع غدا كما تنقل وسائل الإعلام الجزائرية بغرفتيه ليثبت شغور منصب الرئيس. هل سيجتمع ليعين من خرج الجزائريون ليقولوا لا لبن صالح ولا لبدوي وحتى لرئيس البرلمان الغرفة السفلى من البرلمان بوشارب؟ الجزائريون يصرون والمخاوف من التلاعبات أسئلة كثيرة تطرح، نحاول التوقف عندها في هذه الفقرة مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة فلة الأحمر الأكاديمية والباحثة. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي. بعد إقالة بوتفليقة تحول عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إلى أبغض شخصية سياسية في الجزائر بعد أن تحاشى الظهور وأتقن العبور الصامتة، إلا أن تطبيق المادة 102 من الدستور وضعه في قلب الصراع ومواجهة الحراك الشعبي المطالب برحيله، ولأن الدستور يفترض أن يقوم بن صالح بخلافة بوتفليقة لتنظيم انتخابات رئاسية، إلا أن الشعب يرفضه ويرفض أن يكون مشرفا على أي انتقال للسلطة ما يمكن أن يجبره على تقديم استقالته. إرهاب خرجوا اليوم ضد العصابة وضد أي قرار يقوموا به، القرار اللي قاموه هو 102 يخدم مصالحهم الشخصية، نحن لا رافضينها. والظاهر أن لا شيء تغير بعد أن تجاهلت حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا مطالب الحراك وشرعت عملية قمع الحريات ومنع الناشطين من التعبير على آرائهم وأخبار على منع المسيرات في العاصمة باستثناء الجمعة، وحاول وزراء من حكومة الأمر الواقع فرض أنفسهم ميدانيا، غير أن الرفض الشعبي طاردهم مثل ما حصل مع وزير الأشغال العمومية الذي اضطر تحت الاحتجاجات إلغاء زيارته الميدانية لورشة بالعاصمة. وعلى خلفية هذا الواقع تحاول بعض الأصوات المبالغة في الإشادة بقائد الأركان قايد صالح منذ إعلانه دعم الجيش لمطالب الحراك الشعبي وتحويله إلى بطل، وخاضت بعض الأوساط في تلميعه بل ذهبت إلى تخوين من ينتقده واعتبار انتقاده مرادفا لانتقاد مؤسسة الجيش. وأمام هذا المنحى يتوجس الجزائريون خيفة من أن تتوجه الأمور لصناعة سيسي جديد في الجزائر بتقديم حجج واهية مفادها أن هذا مطلبا شعبيا، في حين أن الشعب في حركه فصل في الأمر وأن مهمة الجيش هي حماية الشعب ومرافقته وليست قيادة المرحلة الانتقالية. الحراك كشف أيضا أحمد أويحيى وجعل أقرب المقربين منه يدفعه دفعا لمغادرة الأمانة العامة للأرندي، أن الجزائر والوطن أولى من السلطة، وهو الذي كان يفتخر بادعائه أنه صاحب المهام القذرة أصبح اليوم منبوذا بعد أن انفض الجميع من حوله، وهو يواجه نهاية مأساوية بعد أن عاث فسادا في الاقتصاد الجزائري وكان على الدوام أداة طيعة للنظام لتنفيذ كل المخططات والمهام القذرة. تقرير عبد الحي عبد السميع، قراءة عادل العزيزي. دكتورة فلة معنا في الاستوديو ومعنا عبر خدمة سكايب من الجزائر سعيد بدور الصحفي الاستقصائي وحسين عجريد الناشط السياسي عبر خدمة سكايب الخبير في تكنولوجيات الاتصال. دكتورة فلة ما رأيك، هل هناك فعلا مؤشرات على أنه علامات على محاولة الالتفاف على المطالب الشعبية، أم أنه يجب أن يصبر الجزائريون كما يقول الذين يرون مثلا في أنه هناك مؤسسة عسكرية تريد تحقيق مطالب الشعب، بينما البرلمان سيجتمع غدا يعني بدون ربما ستكون مفاجأة إن لم يكون
بن صالح هو الذي سيخلف بوتفليقة. أولا أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. حين نتكلم عن الالتفاف طبعا هو متوقع الالتفاف، يعني يكون الإنسان مثل ما نقوله بالإنجليزية نايف، يكون ساذجا إن اعتقد أن الأمر سهل وأن قائد الجيش مباشرة سيهديه كل ما يريد. يجب الحق يجب أن يكون صاحبه، أن يكون صاحبه يعني دائما متيقظا، يأخذ ويطالب ويناقش ويشكر إذا حصل على شيء ويطالب بالحق الكامل. الآن لما نحن نقول إذا هذا البرلمان هو أصلا يعني شخصيات الباءات الثلاثة مطعون في شرعيتها أصلا، يعني هل الرئيس الكادنة يعني الذي دخل البرلمان بالكادنة الآن يصبح هو هذا الشرعي كي يحقق مطالب الشعب؟ المادة 102 الكلام عنها تجاوزه الزمن، هي مادة تعطينا قضية الشغور، ولكن الدستور يعطينا يعني المواد الأخرى اللي في الدستور الواضحة جدا أن الشعب مصدر كل سلطة، والشعب يقول تروحوا قاع كامل تروحوا، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، والشعب ملايين من الشعب تطالب هذه الوجوه البائسة أن تغادر وتغادر جميعا، يعني لا الباءات الثلاثة ولا أويحيى ولا هذه الزمرة أن تغادر. وبالتالي فالمطالبة حين نعرف أن في الجزائر القرار بيد الجيش، يعني والجيش ليس هو القائد صالح، لذلك يجب أن نميز القائد صالح هو ممثل قائد في الجيش، ونعرف أن له كلمته في هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت من الخطر جدا أن نعمل إدماج في معنى قيادة الجيش وفي الجيش ذاته. يعني الجيش من أبناء الشعب، كل أبناء الشعب، وبالتالي في المطالب الشعبية يجب أن تلبى إن كان هذا قائد الجيش فعلا يلبي مطالب الشعب. ولكن قائد الجيش تحدث عن المادة 102 ولكن كذلك أضاف المادة 7 والمادة 8، هذا الذي أذكره، يعني نحن نثمن أنه ذكر ذلك ونثمن أنه قال أن الشعب مصدر السلطات، جيد ننتظر الفعل، ننتظر تطبيق المادة 7 و8. المادة هذا البرلمان الآن مادة 7 و8 أن الشعب مصدر كل سلطة، والشعب يقول لا نريد هذا البرلمان ولا نريد قرارات هذا البرلمان، وبالتالي المرحلة تجاوزت البرلمان لأنه في نظر الشعب غير شرعي بانتخابات مزورة، وتجاوزت رئيس مجلس الأمة وتجاوزت رئيس المجلس الدستوري. الآن الشعب يريد قيادات نظيفة، يريد تجاوز. فإذا كان القائد صالح الآن يلبي مطالب الشعب ونتمنى ذلك، ونحن ننتظر، كان البيان جيد أن سنحترم المادة 7 ونحترم المادة 8، نتمنى ذلك وننتظر أن يطبق هذه المطالب وهي مغادرة هذه المجموعة الباءات الثلاثة وتوابعها كلها، يعني التوابع تها تغادر، وننتقل إلى مرحلة حقيقية لمطالب الشعب، وهي نحن الآن من الاستقلال من 62 لحد الآن والمعالجات هي معالجة أزمات وليس معالجة حقيقية. يعني مثل واحد عنده إنفكشن يعطوا له الدواء سخانة، يعطوا له الدواء للحمى فتهبط الحمى ثم يرجع الإنفكشن مرة ثانية. الآن نريد معالجة الموضوع الأصلي، وهي أن نرجع نبني مؤسسات نزيهة، مؤسسات تقود العملية الانتخابية، مؤسسات مدنية، ننطلق في هذا المسار، وليس فقط حل الأزمة أنه يرجع الناس إلى بيوتهم وعملنا مادة 102 وانتهى الموضوع، ولكن رجعنا إلى نفس الوجوه. يعني هل حلت الأزمة؟ لم تحل، يعني عطي لها ضمادة مؤقتة وهذا لن يحل، هذا سيعملها أزمة أكبر. بالمناسبة قائد أركان الجيش المفروض كان هناك ترقب يعني لخطابه اليوم في وهران، وزارة الدفاع تقول أنه قد يلقي خطابا غدا الثلاثاء، هو في وهران وذلك بعد اجتماع البرلمان لإعلان شهور منصب الرئيس. المنصب الرئيس هو شاغر، وشاغر منذ سنوات منصب الرئيس، يعني والآن الاستقالة حصلت، فبالتالي لا داعي الآن. حتى البرلمان الآن لما يجتمع ومجموعة أحزاب مقاطعة، حتى ولو افترضنا فرضا جدليا أن هذا البرلمان شرعي وأنه بانتخابات شرعية، الآن الشعب يقول لا أريد هذا رئيس البرلمان، هذا لا يمثلني، ورئيس مجلس الأمة لا يمثلني، ورئيس الحكومة هذه لا تمثلني، والأحزاب مقاطعة لهذا البرلمان، وأحزاب تخون هذا اجتماع للبرلمان وتعتبره، يعني بعض الأحزاب أن هذا مصادر لخيار الشعب، وهو الانتقال ليس بنفس الوجوه للرجوع إلى نفس المنظومة من يكون الرئيس. وبالتالي فنحن في
في حالة لا تحل بالمادة 102 وإنما تحل بحل سياسي يعني مرجعية دستورية، لكن أن نرجع الدستور كوثيقة قانونية فهو فيه كثير من التعارضات، في كثير من الـ من الـ من المشاكل هو نفسه، لأنه رقع ولأنه فصل بحسب الحاجيات الخاصة. بالتالي إذا رجعنا فدعنا نتفق. نعم طيب، سنعود إليك دكتورة لو سمحتي، نشرك معنا في النقاش سعيد بدور. سعيد بدور، من ناحية الإعلامية بدأ واضح أنه هناك حشد إعلامي، بعد الأذرع الإعلامية واضح أنها تدفع نحو هذا الاجتماع للبرلمان غدا، يعني في مقابل، والحديث أنه سبقت حتى الأحداث وقالت بأنه برلمانيين زعمت بأنه محسوبين على الدولة العميقة فقط لأنهم يريدون المقاطعة الاجتماع غدا مع بن صالح وبوشوارب أو بوشارب. اليوم حمص مثلا تعلن مقاطعة البرلمان غدا أو الاجتماع غدا، وتقول بأن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي. ما رأيك هذا الحشد الإعلامي لمحاولة الدفع نحو اجتماع البرلمان، وشيطنة كل من يطرح أسئلة حول أنه يعارض ما يريده الجزائريون؟ لا، هو هذا التعاطي الإعلامي يأتي بناء على اختلاف وجهات النظر. هناك من يدعم الحلول المقترحة في الدستور وفقا للمادة 102 و 104 وغيرها، وهناك من يقترح الحل السياسي، وهنا تختلف وجهات النظر ويختلف التحليل والتعاطي الإعلامي. هذا إضافة على أن وسائل الإعلام كلها محسوبة على جهة من الجهات، كل واحد يحب، واحد حاب حل دستوري وفقا للمادة 102، واحد حاب حل سياسي بمعنى حل البرلمان وحل وعدم الاعتراف بالحكومة وعدم الاعتراف بمجلس الأمة والمجلس الدستوري. ومن هناك تأسيس لمجلس انتقالي هو الذي يشرف على الانتخابات والمرحلة الانتقالية بشكل عام. لكن أنا في اعتقادي أعتقد أنه بصريح العبارة على أنه ما وصلنا إليه اليوم من فراغ دستوري رهيب وفراغ حتى في التعاطي السياسي والإعلامي مع ما يحدث في البلاد، هناك الكثير من الناس لا تفهم جيدا أي مرحلة على المستوى الدستوري نحن نمر بها الآن. الآن عندنا خيارين بكل بساطة، إما أننا نحتكم إلى ما تنص عليه مواد الدستور، وهنا بمعنى أننا نتعاطى إيجابا مع اجتماع البرلمان بغرفته غدا المساء وتثبيت حالة شعور بتصويت يتجاوز ثلثي الأعضاء، ومن ثم نمر نعترف برئيس مجلس الأمة الذي سيكون رئيس للمرحلة الانتقالية، ونبدأ الآن في تحليل الانتخابات على مدار 90 يوم. وهناك حل آخر، هناك الحل السياسي الذي يطالب به الشعب، بمعنى أنه يكون حل سياسي عدم الاعتراف بالحكومة، لأن الحكومة الآن عندها شرعية دستورية، لأنه تقول في الدستور يقول أن الحكومة التي يشكلها الرئيس لا تحل إلا بعد صعود رئيس جديد وفقا للمادة 104. لكن الشعب الآن، الحراك في الشعب يرفض هذه الحكومة، لأنها حكومة بدوي. لما تقول بدوي تقول نصر بوتفليقة، لما تقول أن الوزراء اللي حالين هم اللي عينهم بوتفليقة، معناتها ما درنا ولو، بمعنى المطالب الشعبية وعلى بساطتها تريد أن الرحيل جميع النظام برموزه بما فيهم حتى هناك مطالب برحيل القايد صالح. الآن أعتقد أنه الحل الأنسب، أنا في اعتقادي الحل هو الحل السياسي، لأنه لما نضع رئيس مجلس الأمة ليس محسوب فقط بن صالح، ليس محسوب فقط على نظام بوتفليقة. بن صالح معروف أنه جاء قبل درع عهدة يوم زوروا الانتخابات على الألندي في 97، هو جاء وطلع البرلمان وسمعت تصريح تاع الوالي بشير فليك اللي كان في تلك المرحلة والي لولاية البحرين، وقال أنه جابوه مثل مسان ووضعوه على رأس المناضلين تاع الألندي في وهران. ولما رفض هذا الوالي اتصل به عبد الحميد يقول له راه الجنرال توفيق هو اللي طلب باش يكون عبد القادر بن صالح على رأس القائمة في ولاية وهران، ومن ثم أصبح اليوم رئيسا لمجلس أمة في عهدة سادسة، يعني 6 عهدات دار هذا عبد القادر بن صالح اللي محسوب على نظام بوتفليقة، وبشكل أكبر محسوب على المقترح العسكري والجناح العسكري في الجزائر. هذا هو تقريبا التصور الان ما بين حلول سياسيه وحلول دستوريه. طيب، اللافت انه في ملجأ ذهب المفروض بوتفليقه، يتفاجئ الجزائريون باعتقال امس واطلاق سراحه اليوم صالح دبوز المحامي، وكذلك في المطار يتم احتجاز لتسع ساعات حسين جيدل المحلل السياسي والباحث الانثروبولوجي،
وهو كان متوجها إلى باريس. أمس كذلك كانت هناك جدل حول منع الوقفات أمام البريد المركزي، اليوم يبدو أن هناك وقفات. من يأمر من وراء هذه الآلة؟ المفروض بوتفليقة ذهب، ليس كذلك؟ صحيح، لا، هو القمع مربوط بارتباط التحكم الجناحين في السلطة، سواء الجناح الرئاسي اللي كان يقبع الحريات باسم اللواء عبد الغني هاب المدير العام للأمن الوطني، ولا الجناح العسكري بشقيه مخابرات الجيش اللي أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية، ولا قيادة الأركان، بمعنى جميعهم ضد حاجة اسمها الحريات، لأن الحريات بين أدوات إذا تمت أول جهة ستحاسب هم أنفسهم، ولهذا متخوفين من قيام عدالة مستقلة، من متخوفين من إعلام مستقل يحاسب الوزير ويحاسب وزير الدفاع ويحاسب رئيس الجمهورية. وهذه أفكار أكيد أنها تقلقهم، من غير مقبول أن القايد صلاح يقبل أن تكون فيه عدالة مستقلة غدوة تستدعيه للتحقيق، ولا تستدعي الابن نتاعه ولا الزوجة نتاعه، وهلما شرقيس على ذلك، بل حتى يحيى وطرطاق وسيدي سعيد وغيرهم من الرموز على اختلافهم، على اختلاف صراعاتهم، على اختلاف ألوانهم وأشكالهم، كلهم قيام دولة مدنية، دولة القانون، دولة العدالة المستقلة ودولة الصحة المستقلة خطر عليهم، وبالتالي القمع المترجم في الميدان ما هو إلا ترجمة لتصورهم، ترجمة لتخوفهم العميق من ما مدى قيام دولة مدنية مبنية على مجتمع مدني مستقل، مبنية على أفكار محمية بقوة القانون وبقوة الدستور. الدليل على هذا أنه حتى الأخبار التي شاعت حول أنه فيه منع للتجمعات، لا يمكنني أن أذكر المصدر مخافة على هذا الشخص، لأنه اللي أعطاني المعلومة صحفي اعتقل وسمع، أنا خبرني هذا الصحفي قال لي يا سعيد التجمعات رايحة تكون ممنوعة بداية من الغد ما عدا الجمعة، لأنه سمعت ضابط سامي في الشرطة لما اعتقلت يتكلم مع الضباط يقول أنه رايحين نحضروا باش ندخلوا في أعمال أخرى شاقة نوعا ما، وحتى سمعنا أنه البدوي بقرار شفهي، ليس هناك قرار مكتوب يعني رسمي خارج لوسائل الإعلام، أنه ستمنع. أعتقد أنه التخوف هذا يأتي لتنظيم مرحلة يريدونها هادئة، يريدونها كيف يريدونهم، أنا رايحين للانتخابات إما يفرضوا علينا اسم مجلس أمة مثل المرحلة الانتقالية هو شيء مرفوض، إما البرلمان رايح يرفض التصويت لأنه حزب الأفن لا زال خاضعا لنظام بوتفليقة والسعيد وغيرهم ومستشارين، ولكن يبدو ذلك صعب، أنه الأفلان يعني هؤلاء الذين عادة مع الوقف، مات الملك عاش الملك، بالمناسبة المتحدث باسم الأفلان يقول أنه يدعو إلى تفادي الشغور واستقالة من يرفضهم الشعب. حسين خلدون يتحدث عن المسؤولين، كل المسؤولين الذين يرفضهم الشعب عليهم الاستقالة الفورية استجابة لمطالب الحراك. لا، هو في انقسام مهم جدا، أنه لازم نذكره أن هيئة التسيير التي كانت تسير حزب الأفلان ما بقاتش نفس التشكيلة، جاء قرار أن هذه الهيئة توسع ودخلوا فيها وزراء آخرين من جناح آخر، زادوا فيها طيب لوح وزير العدل السابق، وبالتالي توسيع تشكيلة هيئة التسيير لازم تطرح لماذا قاموا بهذه التوسعة، بمعنى هل في انقسام، وبالتالي هذا مؤشر على أنه فيه مخاوف، أنه المعلومات اللي عندي أنا أنهم تلقوا تعليمات تحذيرا لعدم التصويت على تثبيت حالة يعني معقول هؤلاء مثلا يمكنهم مقاومة القايد صالح والجيش، يعني معقول واحد من الأفلان يصوت ضد ما يريده القايد صالح أو الجيش مثلا؟ لا أعتقد، لأنه اللعب أخطر مما يتصوره الكثير، لأنه إذا ارتأى هذا البرلمان الغير شرعي والغير غير نزيه بطبيعة الحال، إذا ارتأى أنه لا يصوت غدا لقرار إعلان حالة شغور، ويدفعون القايد صالح الجناح العسكري أنه يتدخل في شؤون البرلمان، هذا يعني مؤشر سيدفعونه للخطأ، ارتكاب خطأ، حتى يكون هناك تبرير، حتى يكون هناك دليل
يستعمل ضده أما في المحافل الدولية في الاتحاد الأوروبي وحتى في هيئة الأمم المتحدة على أنه فيه تدخل عسكري في الشأن السياسي. هذا رأي ما راح يكون لصالح القايد صالح، بالعكس راح يكون ضده. فيه مناورة إذا صح التعبير، المؤشرات واضحة جدا والصراع واضح، لأنه حتى القايد صالح يعلم جيدا على أنه تدخله مباشرة في 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 الحكومة، تدخله في 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 البرلمان، تدخله في مجلس الدستوري سيكون له عواقب وخيمة على مقترحاته، وبهذا راح يكون هناك في اعتقادي تعامل حاد جدا في مناورة مطروحة لحد طيب الآن. على ذكر المناورات، يبقى معنا سعيد بدور. هناك مناورات كذلك في الأرندي حزب السلطة الثاني. معنا عبر الهاتف الآن من الجزائر رزقي جفري، عضو المجلس الوطني للأرندي، ما كان يقود الحركة التصحيحية ضد ويحيى. سيد جعفري، ما الذي يحدث في الأرندي؟ حرب أهلية، صديق شهاب أمس يدعو ويحيى الاستقالة، اليوم ويحيى يلم جماعته ويجمد عضوية شهاب ويسحب صفته كالناطق الرسمي في الأرندي. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اولا اشكر قناة المغربية على الاستضافة الكريمة، كما احيي ضيوفكم الكرام. فيما يخص التمثيلية التي لعب فيها صديق شهاب دور البطولة، هي عبارة عن حلقة من حلقات المؤسسة اليحيوية التي لطالما سعت وحاولت استغباء عقول مناضلي الحزب بصفة خاصة والشعب الجزائري بصفة عامة. فبعد أن هبت رياح الشموخ والنخوة ونفضت عن كبرياء هذا الشعب العظيم غبار الذل والهوان، وبرهن للسلطة أنه لم يكن يوما ضعيفا أو خائفا من مواجهتها، لكنها الفرقة اللعينة من أضعفته وجعلته مجموعة أفراد متناطرون متبعثرون، قلوب جحيدة متباعدة، عقول سقيمة ترفض حتى أن تبرأ، أشلاء ممزقة تستهدفها الذئاب. فبعد أن برهن لهم لهذا النظام أنه طالب سلام من خلال مسيرة السلمية الديمقراطية الحضارية التي أبهرت العالم، دب الخوف في قلوب هؤلاء، في نفوس هؤلاء الذين أرادوا لها أن تكون سوريا. وهنا عن أحمد ويحيى وصديق شهاب وزبانيتهم أتحدث. فلطالما كان هذا الأخير يمثل الجناح الاستئصالي الراديكالي الستاليني في السلطة، وكان يسعى جاهدا لتوجيه المسيرات إلى العنف والتخريب، وذلك عن طريق الخطابات الاستفزازية التي يصدرها في كل مناسبة الهدف منها خلق الفوضى وعدم الاستقرار، لتكون حجة لإعلان حالة طوارئ وتأسيس مجلس أعلى الدولة يكون له فيها مقعدا. لكن الشعب الأبي تفطن لدسائسه وتجنب كل أشكال العنف حتى لا يكون الوطن ضحية صراع بين شعب يأمل في غد أفضل وقناص ديمقراطية يتربص به. لكن ويحيى وهو في سكرات الموت بعد أن أقنعه الشعب، اقتلعه الشعب اقتلاعا من على رأس الوزارة الأولى، حاول ركوب الموجة حين طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة وحاول الارتماء بأحضان الشعب، لكن لم يلبث. هل حاول ولكن الشعب سيد جعفري قد يقول للأمانة الشعب كذلك خرج يريد اقتلاع كذلك أحزاب السلطة، لا يريد لافلان، يريد لافلان هذا لافلان يريد وضعه في المتحف والإبقاء على رمزية لافلان ملك الجميع برمزيته الثورية، ولا يريد كذلك الأرندي لا ويحيى ولا صديق شهاب. الأرندي رمز حزب ولدا بشلاغمو في مخابر السلطة كذلك. أتفق معك إلى حد ما في هذا المسعى، ولكن أوضح في لحظة فقط ثم أجيبك عن سؤالك هذا. أوضح فقط في عجالة تصرفات الغير مسؤولة والغير مبررة من قبل صديق شهاب. يعني هذه العصابة، يعني عندما تكون هناك عصابة، دور العصابة ما هو؟ هو اتهام الفريسة والقضاء على ثروات البلاد. عندما تذهب هذه الفريسة تبدأ العصابة في التناطح فيما بينها، وهذا ما يحدث الآن في بيت الأرندي. لكن في تصحيحية الأرندي، لطالما التصحيحيون الحقيقيون في الأرندي لطالما طالبوا باسترجاع هذا الحزب مؤسسة حزبية مستقلة تماما ينتخب فيها الأمين العام وهيئاته من قبل قواعده النضالية، ولا يقبلون أن تكون مجرد آلة انتخابية في أيدي هؤلاء.
بالنسبه لتصرفات الصديق شهاب واخر تصريح الذي قام به حين صرح وقال ان هناك قوى غير دستوريه سيرت البلاد في المرحله السابقه في 6 سنوات او 7 سنوات، ولكن الجزائريون لا يريدون ربما للامانه كذلك لا يريدون رؤيه لا صديق شهاب لا يحيى ولا تموقعاتهم ولا الارندي المربوط بالفساد مربوط بالتصوير مربوط بالكلاش كما قال يحيى مره مربوط بالكثير بإرث كبير من التصوير كذلك ومنظومة التموقع ومحاولة إيجاد عذرية جديدة للحزب كذلك. الجزائريون يقولون أنهم لن تنطلي عليهم كذلك مثل ما يحدث في الأفلاني. هو في حقيقة الأمر الشعب لم يطالب فقط برحيل أحزاب السلطة، حتى نكون واضحين، الشعب لم يطالب فقط برحيل أحزاب السلطة أحزاب الموالاة، بل فقدت ثقة تماما حتى في أحزاب المعارضة، لأنه حتى في أحزاب المعارضة تجدها مخترقة وتسير في التيار. يعني الشعب فقد الثقة تماما في الأحزاب السياسية سواء كانت أحزاب موالاة أو أحزاب معارضة، لأنه حتى في أحزاب المعارضة الديمقراطية غائبة تماما في هياكلها، في طريقة انتخابها الأمين العام، في طريقة اختيارها لهيئاتها، يعني فقد الثقة تماما. لذلك يعني انا ارى كحل للخروج من هذه الأزمة هو ايجاد خريطة طريق لحل سياسي وتتمثل في اطار الشرعية الدستورية طبقا للمادة 7 من الدستور، وهو بالتحضير لعقد مؤتمر شعبي. طيب. يتبنى طيب طيب ويدافع عنها وتنقل له جميع صلاحيات رئيس الدولة من اجل تسيير المرحلة الانتقالية. طيب. وهذا في مدة اقصاها سنة او طيب أو سيد أقل. سيد جعفري، من بدا واضح انه صديق شهاب كان يحاول التمسح بالجيش، ونفسه يحيى مباشرة هم الذين كانوا سارعوا حتى قبل الافلان الى دعوة بوتفليقة الى الترشح العهدة الخامسة، وبدا واضح انهم يغازلان الجيش كل واحد. صديق شهاب ذهب للقول ان نظام بوتفليقة الذي كان جزء واحد خلاياه انه نظام سرطاني. والارندي هل هو مرشح كذلك لتغيير ضمن الاستمرارية ضد هذا المنظومة أم ماذا؟ ومن يريد التقرب أكثر من قايد صالح؟ هو في الحقيقة يحيى الآن يحيى أو صديق شهاب يلعبون آخر أوراقهم وهم في سكرات الموت السياسي. الآن نقول أن سياسة الحرباء في تغيير لونها اكتسبها شهاب بالوراثة السياسية من أحمد يحيى الذي لطالما كان يروج لسياسته ويمدح في صفاته ويلمع سمعته، والله نستغرب بنفس الملامح ونفس الوجه يأتي بالنقيض. نفس الشيء يجري في بيت الأفلان. طيب. أصبح المشهد السياسي في الجزائر غير صحي. طيب خليك معنا أرزقي جعفري. دكتورة فلة ما رأيك؟ يعني هذا الخطاب أنا أراه خطاب تمييعي صراحة، أني أن نستغل الوضع أن الشعب يريد التغيير ثم نضع أن كل الأحزاب مثل بعض. لا، ليس كل الأحزاب مثل بعض، مع مؤاخذاتنا على الأحزاب المختلفة. يعني الأرندي كان في عمق العملية السياسية، كان مع الأفلان، كان القوة يعني الذي يقوم بالمهام القذرة. نحن إذا تكلمنا عن يحيى لا يستطيع أن يتبرأوا من يحيى، لأن يحيى هو جزء من هذا الحزب، فإن اعتبروا أن الحزب عملية مؤسساتية فبالتالي فالحزب قواعد الحزب ومؤسسات الحزب قد دعمت توجه يحيى، وبالتالي وهو حزب فنطوش اصلا، ولد خلق في 98. نحن نعرف تاريخ الحزب، نحن نعرف كيف ولد هذا الحزب انتهازيا، نحن نعرف كيف ركب هذا الحزب. فبالتالي الان تبرئه الحزب والتفريق بين ناس انتهازيين في الحزب الناس يعرفون ان الارندي هو جزء من المنظومه التي يقولون ديجاج لهذه المنظومه وتنحو وقع، وحزب الأرندي جزء من هذا مع ربما تكون هناك قواعد أساسية قد ركبت موجة الانتهازية، ولكن كمؤسسة كحزب هو جزء من هذا المسار البائس الذي انتقلت إليه الجزائر. ثم يقول الحرباء
جزء من هذا الحرباء هو توجه الحزب الأرندي. يعني ما الفرق لما نتكلم على الأفلان ولا نتكلم على الأرندي؟ الشعب لما تكلمه على الأفلان والأرندي هما وجهان لعملة واحدة في هذه المنظومة الفاسدة وفي دعم بوتفليقة، وجهان لكشيرة واحدة. فبالتالي لا نستطيع نحن أن نأتي لتمييع الخطاب ولتمييع المطالب الشعب بهذه الطريقة. الشعب واضح ويعلم الأولويات الكنس التي يجب أن تكون. طيب، الشعب واضح حسين عجريد يريد تغيير حقيقي، هل يجب صبر كما يقول الذين يدعمون مثلا مسعى قائد أركان الجيش ويذهبون حتى القول أحدهم يزايد كان مع الجنرال توفيق مثلا ويقول يرى فيه المنقد بعد قبل سنوات قلب الفيستا وأصبح يرى في القايد صالح المنقذا، وقال اللي ينتقد القايد صالح أو يطرح أسئلة حول فقط حول القايد صالح ليس جزائريا حتى، خرجوا من الجزائرية. هل يجب الصبر على ما يراد من مآلات، أم أنه بين القصة بين البرلمان بن صالح الآرندي والأفلان وتغيير في إطار الاستمرارية؟ نعم، تحية لك الأخ جمال وتحية للضيوف تاعك. أريد أن أشكرك أولا، أرحتني لنصف ساعة، استمتعت بالمداخلات. صدر اليوم الشيء اللي حاصل اليوم، لازم نفرق ما بين يعني ما هي الاشياء التي يجب علينا ان نركز عليها ونخطو الكلام للاشياء اللي هي في الحقيقه عبث. هذا الاحزاب الان كل واش قاعدين يعملوا الان هما يريدون ايهام او ايحاءات الى الجيش انهم تابوا واصبحوا اكثر جديه الان وهم يجدوا في نفسهم، ويعني الرسالة واضحة للجيش أنكم تستطيعون يعني التعويل علينا مرة أخرى بالمرحلة هذه وتعودوا تعطونا الحكم والأمر كما هذه. كذا ما راحش يفوت على الشعب، الشعب أصبح واعي والأمر هذه ما راحش تمر بها، هذا كل تضييع للوقت. المهم والأهم في النقاش اليوم هو موقف الجيش، هل الجيش ما زال على الموقف نتاعه؟ الكلام اللي قاله كان كلام يعني غير مسبوق، يوم ما قال أنه وراح يوقف مع الشعب حتى يسترد كل حقوقه كاملة غير منقوصة، كما يقولوا الناس زمان الراجل يتشد يتربط من لسانه. إذا كان الكلام هذا قصده وما يتراجعش فيه هذا هو الكلام صحيح. الآن كاين بعض المؤشرات يعني هنا والهيك ناس يوقفوهم في المطارات وبعد تطرفات في الشارع مع المظاهرات وهذيك الأمور كما هذه، تعرف انت الدوله العميقه هي الدوله العميقه، يعني حتى ولو كان يعني القمه بدات تتغير او ولكن شكون هذه الدوله العميقه؟ كل واحد يمسح فيها، ولكن هذه كل واحد يمسح فيها الموس. الدوله العميقه اصبحت مرادفا بالنسبه لدافع القايد صالح بشكل صريح في الاعلام هي الجنرال توفيق. يعني هذه الدوله العميقه كم عمقها؟ لا 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 لا. كم من كيلومترات؟ يعني لا يمكن ألا يمكن الوصول إلى هذه الدولة العميقة أم أنها فزاعة فقط كذلك؟ لا أستاذ جمال، لا، كاين غلط كبير، كاين لغط كبير في المصطلح هذا. الدولة العميقة أنا نذكرك واحدة الحادثة صارت مرة، ويحيى نفسه يوم ما خرج العربي زيتوت إلى بريطانيا سألوه الصحافة قالوا له هل سألوه على العربي زيتوت؟ كان الجواب بتاعه كان وش قال؟ قال سيتا سيني كان دبلومات مينابل دو ديزيام ديغري، يعني دبلوماسي من الدرجه العاشره. تعرف ترتيب الدوله الاصطفاف في الدوله، عندك وزير وعندك اللي بعد الوزير وعندك اللي تحت اللي بعد الوزير وتحت اللي بعد تحت الوزير، وماشيه الامور كيما هكا، كي يروح واحد يخلفوه تمتم يخلفوه، كاين اصطفاف كامل وماهوش ولاءات، الناس الكل تضرب على المصالح نتاعها ويغير قادرين يغيروا وجوههم، يروح لوزير هذا يجي وزير واحد اخر، انا كنت مساعد تاع وزير هذاك نصبح مساعد الوزير هذا بين عشيه وضحاها ونبين له باللي عندي ولاء وعندي هذيك والامور ماشيه. هذه الدوله العميقه، الدوله العميقه تمشي حتى للبلديه من الرئاسه للبلديه، ما هي لا توفيق لهذيك، هذوك توفيق هذيك هذوك فروع من الدوله، خرجوا من الدوله هذوك فروع من الدوله، ما همش هما الدوله العميقه. هذه كذب عليك المصطلح هذا، الناس تستعملوه في غير موضعه. طيب، لكن المهم الشيء اللي صار اليوم في الافلان وصار في الارندي من المفروض ما يهمناش، وانا اقول لك لا اليوم لا صار عمل تصريح
لانه من المستحيل باش يقبل يحط بن صالح رئيس دوله، من المستحيلات السبع، هو يعرفها والجيش يعرفها وكل الناس تعرفها. كاين امر انا حبيت ننبه له في الايام هذه، الخطاب نتاعنا والمصطلحات اللي نستعملوها لازم تكون دقيقه وتكون في موضعها، ولكن الحكومه بدويره ويمشي ويصدر في البيانات، والوزاره بعضهم يطردهم الجزائريون، يعني لا شيء تغير، يعني ما كان لبدوي لو لم يكن له ضوء اخضر من الجيش ومن قائد صالح ان يتحرك بهذه الطريقه. ربما يعني هي الحكومه اصلا، الحكومه لا يمكن ترك الحكومه فارغه اصلا يعني، لكن انا العيب اللي نشوفه هي مش من الجانب الاخر، العيب اللي نشوفه هو من جانبنا احنا، اللي بعد 7 أسابيع مازال النخبه ما قدرش تبلور حكومه وتقدمها للحراك وتقدمها للشارع. هي من المفروض الان دخلنا في منطقه ثوره، والثوره تلغي الدستور اصلا، ما عادش كاين دستور، كاين منطقه تاع ثوره، وفي الثوره النخب هي اللي تدخل، والنخب تبادر وتقترح، والشارع يتبنى او يرفض. الى فضلك المقترح تاعك روح. طيب يعني بعدين ابقى معنا حسين عجريد، ما راك في هذه النقطه، مو نقطه الحراك دكتوره فلة، ولكن هذه ليس كذلك لعبه اريد تسويقها في فتره لكي يتم وأد هذا الحراك بالانفلتراسيون تاع المعروف النظام الجزائري بخلق وجوه وغيرها. هو أولا نحن نرى الآن أي وجه يظهر في الحراك هذا ولا يكون معارض تم تشويه، ثم بعد ذلك خرجنا انتقلنا إلى مرحلة أخطر الآن في الحراك، وأنا كتبت عنها وأريد أن أكررها وأؤكد عليها. هذه المسيرات المليونية خرجت من أجل مبادئ بناء دولة المؤسسات بلا إقصاء وبلا حجرة مثل ما نقول، لأن الشعب شبع من الحجرة، وبالتالي لا نريد أن نظلم أو أن نقصي من يخالفنا الرأي إن كان لم يتورط في الفساد. يعني مجرد مخالفة الرأي، إذا إنسان خالفني الرأي ولم يكن في منظومة الفساد، لم يكن متورط في الفساد مثل هذه الوجوه التي ندعو إليها، فليس من حقنا أن نذهب ونطرده أن يعبر عن رأسه عن رأيه، أن يعبر عن رأيه في الحراك الجزائري. إما إذا بدأنا في قضية مسألة أن هذا خالفني الرأي فيجب أن أطرده هنا، وهذا ليس جزائري لأنه يسكن في الخارج، وهذا منطق الإقصاء لا يبني دولة المؤسسات ولا يبني دولة الحريات. نحن الذي نريده على المدى البعيد نريد أن نتفق أننا نحن لن نكون على رأي واحد كجزائريين، عندنا مختلف المشارب وعندنا أساسيات تجمعنا، عندنا الدين وعندنا اللغة وعندنا أشياء تجمعنا، وعندنا آراء في الطروحات كيف نتقدم يعني إليها أنت تختلف. بعضهم يطلب ناشطين أو سياسيين. أنا ضد هذا الشيء. إذا لم يكن الإنسان رأسا للفساد، رمز للفساد، لم يكن متورطا، لا. ولكن بدا انه بالعكس الذين قلبوا الفيستا كانوا مع الحراك ضد الحراك يشيطنوه خرجوا عادي، بينما اللي كان عندهم مواقف معارضه للنظام نعم. معروفة يتم طردهم مثلا. ولهذا نحن الوعي هي الآن معركة وعي، وأنا أريد أن أؤكد وأجزم أن إذا أردنا تحقيق هذه يعني المطالب علينا بتوحيد الصف، علينا الآن ألا نركز على الذي يفرقنا، هذه نقطة مهمة جدا أستاذ جمال، ألا نركز الآن، هي مرحلة أنه عندنا مطالب أساسية نتفق عليها، فنركز على هذه المطالب الأساسية قبل أن ندخل في منافسات أيديولوجية. طيب وجميل سعيد بدور، ما رأيك في هذه النقطة؟ وهذه النقطة فعلا يعني مثارة، والبعض يحذر من تلاعبات إعلامية، ذباب إلكتروني يفبرك الأشياء، يشيطن الأشخاص، مفارقة أنه ذباب إلكتروني يذهب إلى شيطنة وهو لا يعرف، حتى بعض الشباب في الفيسبوك لا يعرف حتى مصطفى بوشاشي الذي كان يعارض النظام، ويفبرك له الصور ويروجها ويتغنى بمن؟ بعمار سعداني اللي هرب الأموال إلى باريس وعنده إقامة في باريس، يشيطن بوشاشي ويتهمه حتى بأنه مع فرنسا، هو ابن الشهيد. لا أعتقد أن الإنسان العاقل لا يهتم كثيرا لهذا النوع من التصرفات على مواقع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على كثرتها، لأنه التعليقات أصبحت في بعض الأحيان بتعليقات نوعا ما بألفاظ قبيحة وقبيحة جدا. وهذا ربما الذي يطرح السؤال، أنه بدا كأنها منظمة، يعني ليست عفوية، ليست فبركات فقط، يعني وكأنه هناك ناس وراها، يعني ذباب إلكتروني منظم يعني.
لا الناس الذين يقفون وراء المقترح مثلا اشخاص مثل بوشاشي وغيره من المناضلين اعتقد هم الناس المتمسكين بالحل الدستوري ورافضين الحل السياسي باش نكونوا واضحين، لانه الناس تخدم الان على ضروره بقاء المرحله الانتقاليه في يد النظام، النظام السياسي هو اللي حب ينظم. وهنا نقطه مهمه جدا يجب التنبيه اليها، وهو اننا سندخل انتخابات رئاسيه دون هيئه عليا مستقله لمراقبه الانتخابات، بما يعني ان وزاره الداخليه والولاه هم من سيسيرون الانتخابات، هم من سينظمونها، هم من سيراقبونها، هم من سيفرزون الاصوات، وهم من سيعلنون عن نتائجها. وهذا الشيء غير مقبول، لانه باش نذكروا ان الرئيس المستقيل، هذا الرئيس اللي دخلنا في حيط ودخل التاريخ الجزائري في حيط، راح بخبته وخبت نظامه حل هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يوم 11 مارس، ما يعني أننا الهيئة لمراقبة الانتخابات هيئة غير موجودة دستوريا، ما عندهاش وجود دستوري حاليا، بمعنى ما نش عارفين نتسألوا إذا كان رئيس المرحلة الانتقالية عنده صلاحيات تأسيس أعضاء هذه اللجنة ولا هذه الهيئة، ما يعني انه الان امام خيارين، ما نروح ونخلوا الوزاره الداخليه تنظم الانتخابات وهو شيء مقبول وهو شيء اللي حوسوا عليه، ولا رايحين نحاولوا باش نلقوا اساليب دستوريه وقوالب دستوريه قانونيه باش نخلقوا هذه الهيئه. باعتقادي انه الفراغات كثيره والمناورات كثيره والاساليب متعدده، وعليها يجب ان يكون الانسان حذرا. فالتهجم على بوشاشي والتهجم على كثير من النشطاء، اعتقد انه الانسان العاقل لا يكترث لهذا النوع من طيب. المهاجمات. نركز، اذا سمعت يجب ان نركز على اننا المرحله الانتقاليه يجب ان تسير بذكاء وذكاء كبير ووفقا لما ينصه الدستور، لانه رايحين اذا قادوا البلاد للفوضى، السلطه بطبيعه الحال رايحة ترجع لهم بمبرر إعلان حالة الطوارئ. وعلى هذا الأساس يجب الآن النضال من أجل تأسيس هيئة مستقلة تضم نزهاء هذا الوطن، الكفاءات العليا لهذه البلاد، والأشخاص الذين لم يتورطوا مع هذا النظام. على الأقل أننا نحرس الصندوق إدارة، لأنه في آخر المطاف راح نروح انتخابات، بمعنى هذه الانتخابات لازم على الأقل يسيروها ناس نزهاء يحرصوا على أن الصوت لما يروح لك. ابقى معنا سعيد بودور ياسين خالدي الناشط الحقوقي ينضم إلينا عبر الهاتف. ياسين خالدي، ما هو الشعور على الأقل حيث أنت؟ يعني هل يجب الصبر وعدم الاستعجال وعدم التخوف من أن هناك من يريد الالتفاف على مطالب الشعب ونفس السلطة تغيير في إطار الاستمرارية، مع أن هناك مؤشرات لبقاء على بدوي ويتحدث ومحاولات البعض في أحزاب السلطة تغيير المواقع والتموقع للعب دور والتمسح بالجيش مثلا بعدما كانوا يسبحون بحمد بوتفليقة؟ أولا السلام عليكم أخي جمال وعلى كل مشاهدي القناة وعلى ضيوفك. اولا حتى نكون اكثر واقعيه، خروج حراك 22 فبراير كان من اجل العهده الخامسه، حتى نكون اكثر واقعيه وتكون هنالك خطوات متتابعه ومتسايره، ونعطي ولا نحمل الشعب هذا او هذه العراق اكثر من جهد واكثر من قوته، لان الان حتى الناس من المعارضه من يريدون التغيير بين عشية وضحاها، من يريدون التغيير على 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 المطاش، هنالك خطوات. لا تنسى اخي جمال وكل مشاهدي ان النظام لا دائره ولا قائمه باركانه. خروج بعد صلاه الجمعه هو اللي ادى الى عدم الانطلاق وعدم الخروج عن السلميه، وكذلك الناس من خلال الجمعات السبعه تمرست وتمرنت وكان اكثر وعي. اما كان هنالك امور يجب ان ننزل الى الواقع وان نقول كان الامور في قضيه التغيير يجب ان تتجاوز الشعوب. الشعوب لها مطالب واضحه برحيل هذا النظام. لا يمكن ابدا ان نتصور على ان النظام بين هنيه واخرى على ان يحل عن بكثره. الشيء الاول هو استقاله الرئيس، استقاله تقديم استقاله الرئيس بطريقة ديمقراطية تسلسلية، وهو ما دعا القوى العالمية على أنها
تغض النظر عن ما وقع في الجزائر، لأن كثير من الدول العالمية قالت بأن التغيير في الجزائر كان ديمقراطي وكان متسلسل كان مختلف، وهذا مكتب كبير للحراك وأعطى قوة كبيرة للحراك على سلاح الرئيس ومغادرة وجوهنا طالما كانت أقص الجزائريين سواء أريحكا أو من غمريت أو غيرها من أوجه النظام. الآن نطور التحديات القادمة حتى نضع لكل مطالب مرحلة. اليوم البرلمان يجب أن نعرف أخي الجمال على أن البرلمان هو الحطب الحقيقي للنظام، لأنه يمثل السلطة التشريعية التي هي انتخاب الشعب واختيار الشعب. مهما كان مساوئها ومهما كانت مصلحتها وكان كيف تورط بالنظام، الآن يجب أن تتخذ موقف حقيقي بإجبار عبد القادر بن صالح على الاستقالة، إجباره على الاستقالة، لأنه في حال استقالة عبد القادر بن صالح وهو رئيس مجلس وما يكون يدي إلى طبيب، كل الناس الآن تتكلم على الجيش والعسكر وتتكلم على الجاي صالح. المطار اللي تحققها الشعب الجزائري بثورة البيضاء وانتفاضة إفراعها وحراك مستمر أبدا، ما دام هو يقول أننا نمشي وفق عمل دستور يجب أن تكون هناك مسؤوليات متتابعة ومتسلسلة، لأن السياسيين لهم مسؤولية أخرى خاصة الطبقة السياسية المعارضة لها دور، رجال القانون، العدالة، أنا أقول العدالة يجب أن تكون هناك خطوات بنفس الاستقلالية، كل واحد بدوره وكل واحد على حدة، لأن دولة العدل والقانون لا يمكن أن تبنيها بين عشية أو ضحاها أو بالشعب فقط، الحراك الشعبي المحكوم أبدا ما يقدرش يحقق، لأن هنالك مفاتيح، هنالك مفاتيح عند النظام تارك اليوم هم موجودين الآن سواء بدوي سواء بالعيد، لا يمكن أن نفكك النظام، هذه كلمة، أن نفكك النظام بأناس خارج النظام، يجب أن نفكك النظام بأناس نصح من هذا النظام، لأن التغيير السلمي هنالك الثورة في ليبيا أو الثورة في مصر بعد سنين لم تحقق المدى. طيب. للأسف ياسين، ياسين الخط رديء جدا لا نسمعك، سيحاول لا نسمعك، سيحاول الزملاء العودة إليك. أرزقي جعفر يعود إليك، سؤال أخير، هل أنت المناضل الذي كنت تريد تصحيحية في الأرندي ولا تحب صديق شهاب ولا يحيى، ما رأيك فيما يريده الجزائري لو غدا مثلا الجيش الجزائري يريد تغيير حقيقي، لا يرون في حزبي السلطة ممثلين لهم، بالعكس رمز لسنوات من الفساد، هل ستقبل بأنه لو حقق الجزائريون رغبتهم في ذهاب الأفلان إلى متحف التاريخ لكل الجزائريين بثقله التاريخي كمحرر البلاد، والأرندي كذلك يذهب معه إلى متحف ما لتعلم الدروس لكي لا تتكرر الأحزاب الأجهزة؟ شكرا سيد المحترم. أولا أود أن أعقب على السيدة المحترمة التي أرى أنها تحاول أن ترافع لصالح المعارضة، أنا أقول لها أنني هنا أرافع لصالح الشعب، أنا على امتداد 15 سنة نضال داخل المؤسسة الحزبية التي أنتمي إليها وأنا أعارض القيادة داخل الحزب الذي أنتمي إليه من الداخل، الهدف من تصحيحية هو أن نرجع حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى مؤسسة حزبية مستقلة ينتخب فيها الأمين العام من قبل قواعده النضالية. سأثبت لك سيدي المحترم في عجالة أن لا فرق بين الأحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة، أنا ضد التوجه تاع التجمع الوطني الديمقراطي مش من اليوم، منذ سنوات، وقناة المغربية تعلم جيدا ذلك، وقد كنت ضيفا عليكم سنة 2015 سنة 2016 وتعلمون جيدا أنني معارض لسياسة الحزب منذ نشأته كانت بطريقة غير صحيحة، ولكن لو نشوفوا مطالب المعارضة مؤخرا ماذا طلبت المعارضة؟ طالبت من المؤسسة العسكرية الاستجابة إلى مطالب الشعب، أليس هذا هو المطلب الرئيسي الذي نادت به المعارضة مؤخرا؟ ما هو الفرق بينها وبين أحزاب السلطة؟ كلهم سواء، كلهم إلى مزبلة التاريخ، لو قيمنا الأمور يعني لو سمينا الأمور بمسمياتها. سيدتي المحترمة، السلطة اعتمدت على المرجعية القانونية التي اعتمدت عليها في
إلغاء المطار الانتخابي كانت المادة 107. لماذا؟ لأنها اعتبرت المسيرات الديمقراطية السلمية على أنها حالة استثنائية وحالة طوارئ، فقامت بإيقاف المطار الانتخابي. وماذا طالبت المعارضة بالمقابل؟ طالبت من المؤسسة العسكرية استجابة إلى مطالب الشعب، مع العلم أن الشعب لم يطلب من المؤسسة العسكرية التدخل. هذا إن دل على شيء فإن يدل على أن أحزاب المعارضة التي تتحدث عليها الأخت المحترمة هي أحزاب مخترقة وتعمل لصالح النظام ولصالح السلطة. شكرا جزيلا لك إرسك جفري. تفضل، الوقت يضغط علينا. تفضل. لأنها اعتبرت أن المسيرات السلمية الديمقراطية هي عمل غير حضاري وغير ديمقراطي، وإلا فلماذا تطلب من المؤسسة العسكرية التدخل؟ والكل يعلم أن المؤسسة العسكرية تتدخل إلا في حالة واحدة، وهي حالة استثنائية وحالة طوارئ. حتى أحزاب المعارضة الآن تعمل خارج الدستور. أنا جيت اليوم بالحل، لو الأستاذة تقدم لنا الحلول. طيب. مش نجو نحكيه في البلاطوهات. لو تسمح لي أستاذة نقدم الحل اللي جيت به في عجالة، لو تسمح لي نقدم الحل نخرج من الأزمة. نحن اليوم نبكي جزائرنا، ما نجيوش باش نتهموا بعضنا بعض في البلاطوهات. انا قلت لك اني ضد الحزب تاعي، ضد الان. طيب اعطينا الحل اللي تراه انه الافضل باختصار لو سمحت. انا الحل الذي اراه الافضل هو ان نعقد مؤتمر شعبي يتبنى جميع مطالب الشعب. المؤتمر الشعبي هو بمثابه الهيئه الوطنيه العليا، ويتكون من مندوبين يتم اختيارهم في مؤتمرات ولائيه من طرف الشعب، ويكون عددهم يختلف من ولاية إلى أخرى حسب عدد النسمة، وصلاحيته تكون انتخاب مكتب المؤتمر، المصادقة على القانون الأساسي للمؤتمر، مناقشة جميع مطالب الشعب والمصادقة عليها، انتخاب أعضاء مجلس وطني للحراك الشعبي، انتخاب المنسق العام للحراك الشعبي. بالنسبة للمجلس الوطني للحراك الشعبي يكون منبثق من المؤتمر، وتكون مهمته السير على تطبيق وتنفيذ مطالب الشعب، السير على تنفيذ اللوائح وقرارات هذا المؤتمر، تحديد الأهداف الرئيسية لمطالب الشعب، تقييم ومتابعة نشاطات مكتب الحراك. بالنسبة للمنسق الوطني للحراك الشعبي يجسد هذا المنسق العام وحده القيادة في تسيير المرحلة الانتقالية بعد تسليمه جميع الصلاحيات. شكرا جزيلا لك رزقي جعفري. الوقت فعلا أدرك لا عضو المجلس الوطني الهرندي دكتورة فلة. يعني أليس هناك يعني مهما كان الاختلاف ربما على اعتبار أنه من الهرندي، يعني أليس هناك حق في كلامه فيما يخص أحزاب المعارضة؟ أليس هناك مبالغة؟ اليوم مثلا أبو جاب الله ينقل عنه أنه يزعم أنه أحزاب المعارضة لعب الدور في إخراج الجزائريين للشارع، أليست مبالغة؟ أولا دعني أقول للأخ أني أنا لا أعرفك ولا أعرف آرائك، وحينما تكلمت فأنا تكلمت عن حزب الأرندي وليس عنك أنت شخصيا، وبالتالي فأنا تكلمت على الأرندي كمؤسسة، قلت أن ممكن يكون فيها أعضاء أنا لا أعرفهم، لا أستطيع أن أحكم على كل عضو فيها، ولكن منطقي السياسي يقول إن كنت أنا عضوا نشطا في الحزب وهذا الحزب مع الكاشير مع النظام، فبالتالي أنا بانتمائي لهذا الحزب فأنا يجب علي أن أتحمل تبعات انتماء الحزب والسياسي. ثانيا النقطة التي قالها أني أدافع على أحزاب المعارضة، أن الذي يتتبع تدخلاتي من قبل 2011 من قبل الثورات العربية يعلم أنني نقدت نقدا لاذعا حركة حمص مثلا بمواقفها في مساندة العهدات من قبل وبانبطاحها في ذلك الوقت، واستخدمت هذا المصطلح في ذلك الوقت. أما أني أنا غير ملزمة أني أنا يعني هو الآن صار هو مدافع الشعب ما شاء الله، وصرت أنا اللي مدافع على أحزاب المعارضة. أنا لا أدافع عن أي حزب في المعارضة ولست عضوا في أي حزب من أحزاب المعارضة، صوتي مستقل ولكن أقول ما أقتنع به، وبالتالي مع اختلافي مع سياسات الشيخ جاب الله ولا مع حمص ولا، لكن أني أنا أفرق بين الأرندي والمعارضة وبين حزب جاب الله مثلا انا لست فيه. لكن هل كلام جاب الله مثلا او حتى بعض الاحزاب السياسيه التي تريد تصدر
المشهد، هل كلام منطقي يعني انه الاحزاب انه المعارضه هي اللي خرجت الشعب؟ لا، هذا لانه سمعت الخطاب فيه ما اتفق معه من قضيه المشوار والانتقال وكذا، وفيه ما اختلف. يعني لما يقول ان البيان الذي صدر من عندهم هو الذي تبناه الشعب، ثم تبناه كذا، ثم تبنته المؤسسه، طبعا هذا مبالغ فيه من وجهه نظري ومن تقديري. يعني الشعب لم يسمع، ممكن لم يقرا حتى هذا البيان اصلا، ولم يقرا ماذا اقترحتم، مع ممكن تتفق المطالب بين الأحزاب. فأنا لا أدافع عن أحزاب المعارضة ولا عن غيرهم. أحزاب المعارضة لم تقم بدورها الواجب كما يجب كأحزاب مؤسساتية. في ظروف معينة هناك انسحاب من الشعب، كذلك لم يقم بوظيفته السياسية أن يقوم بدوره في التفعيل، وهذا من آثار التسعينات. وبالتالي نحن في مرحلة جديدة، لكن أن يأتي الأرندي كحزب ويصبح هو المدافع عن خيارات الشعب، هذا الذي نقدته أنا، هذه نقطة. طيب. وليس أني أنا أقول أن أحزاب المعارضة هي الممثل الشرعي لحركة الشعبي، لم أقل ذلك. جميل. حسين عجري، دعود إليك كخبير في تكنولوجيا الاتصالات. لافت أنه مسؤولة القطاع ما زالت هدى فرعون في حكومة بدوي، هي التي عندها مشكلة مثلا مع الفيسبوك. في الفيسبوك الكثير من بدا واضح أن هناك من يرى بأنها ذباب إلكتروني منظم، هناك حملات تضليل، حملات كل من مثلا تلميع، أحيانا حتى تقديس للجيش مثلا أو القايد صالح، وأيضا مهاجمات لشخصيات بعينها. هل ترى أنه قضية منظمة أم أنها فقط ذباب يتحرك فارغ شغل، يفبرك صور غير صحيحة، بالعكس وكاذبة، ويلمع مثلا عمار سعداني ويشيطن بوشاشي؟ نعم أستاذ جمال، يعني الأمر باين باللي منظم، يعني مش ذباب هكذا فقط، يعني الناس فارغين شغل ما عندهمش شي يعملوا ولا حاجة كما، وربما يعني كاين أموال طائلة راهي تصرف على الذباب هذا، لأنه فهموا الآن، يعني بداوا يفهموا الأمور هذه كيفاش تشتغل، وهذا الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي كمان كيفاش تشتغل، وكيفاش الفايرال نيوز كيفاش تمشي، وكيفاش المعلومة كيفاش تصبح هي تتقدم الصدارة في الشبكات. وبداو يفهموا الأمور هذه كيفاش يعملوا الانفلونسينغ، كيفاش يأثروا على الناس كي تكون تتحدث في موضوع هذيك، بداو يفهموا أمور كيما هذه. لكن أنا أقول لهم يعني يصرفوا في فلوسهم يعني في الفراغ، يعني كأنه واحد يرمي في الماء في الرمل، يعني ما راحش يأثر على الحركة. مع أنه أنا أقول أنه الحركة الآن أصبح يتعرض إلى ضربات قوية وقوية جدا، ومش الذباب الإلكتروني فقط، حتى من داخل الحركة بعض المجموعات وبعض الحركات الإيديولوجية، وحدة المجموعات بدأت تتحرك هنا والهيك في الداخل وفي الخارج، مش في الداخل فقط، حتى في الخارج كاين، والأحزاب السياسية اللي حبت قاعدة تتموقع وهذيك والأمر كان. لكن أنا أقول لهم ما راحش تقدروا تحبسوا الحراك هذا، الحراك متوحد، مازال متوحد كما كان متوحد أول يوم، ومازال يزيد يخرج الجمعة الجاية والجمعة اللي بعدها والجمعة اللي بعدها، حتى يدخل رمضان والناس تخرج، حتى نتوقفكم الكل، والجيش مازال ينتظر الآن، مازال ينتظر. وأنا أقول لك ما راحش يعمل تصريح، وما راحش يحط بن صالح على رأس الدولة، هذه من المستحيل يعملها الجيش. طيب، ولكن بدوي مازال يخدم، بدوي مازال يتحدث، وبالعكس هناك لسنا ندري مدى دقة وصحة معلومات أنه حتى العمامرة سيكون ممثلا، ربما حتى الجزائر، بعض يقول لا في 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 كيان إفريقي هو فيه موجود من قبل، يعني مش عارف، ربما تخمينات فقط. لكن بدوي هو موظف فقط الآن، يعني أنا أتحدى يعني بدوي ولا الوزراء هذول اللي حطوهم كل وقول لهم شيش، يعني خذ قرار، أي قرار يعني بنفسك، يعني بمفردك، يعني خذ قرار بدون أن تعود إلى يعني ويتخذ في قرارات حقا. ويعين من كانوا رؤساء الدواوين في الوزارات ويعينهم. واليوم هناك تصريح خطير كذلك لتنقل المغرب إميرجو، ينقل عن مسؤولين في البنك المركزي بأنهم أجبروا على قضية لابلونشابي، قضية طبع الأموال. نعم هذا خطير، يعني إذا كان الناس أجبروا على هذا، يعني كاين
يعني مجموعة العصابة الخبيثة اللي تكلم عنها قايد صالح ما زالت موجودة وناشطة بقوة، يعني ما كانش تسمية أخرى. اللي يروح يرغب الناس باش يطبعوا الفلوس هذا مجرم، مجرم اقتصادي ولازم يوقفوه فورا الليلة، مش غدوة صباح ولا ما يخرج خبر كما هذا مع الناس يتوقفوا، يعني ما كانش كلام واحد آخر. انت هنا الناس راهي تخرب في البلاد تخريب تام يعني. ولكن ويحيى الذي كان يروج لهذا ويقول انه من بنات افكار فخامه الرئيس قبل ان ينقلب عليه يتموقع، راه يقيل يجمد شهاب صديق، عضويه شهاب صديق، والان دي مازال وجوه الكالحه السابقه لافلان، يعني ربما قد يذهب بوشارب، قد يتم بالحديث ربما عن وجوه قديمه من ارشيف الافلان لخلافتي. حسين عجريد هذاك الفضاء هذاك مازال خادلهم. نعم حسين، يبدو ان سكايب هناك اشكال في وصول صوتك وفي صورتك، ربما سيحاول الزملاء العوده اليك. حسين هل انت معنا؟ نعم انا اسمعك جمال. كان حصل فيه فريز. اسمعك جمال. تفضل. كنت اسالك، كنت اقول بانه لا يبدو ان هناك تغير، ويحيى يتموقع وهو شهاب صديق شهاب يلعبان لعبه القط والفار، وشاب جزائري كانه مره اخرى يتم العوده الى طوم الجي وجيري السياسي ان صح التعبير بالارشيف، مش طوم جيري الجديد يعني تاع الخمسينات، بالعوده الى الوجوه الاركايكيه للافلان مثلا. نعم اخي جمال. حسين عشريد للاسف يعني مجرم يلعبوا فيه كيما يحب. الصوت يتقطع لا نسمعك، ربما على كل للاسف ربما هناك اشكال في الخط معك في سكايب. حسين عشريد نشكرك جزيل الشكر، ربما يحاول الزملاء على الله يكون الصوت واضح والخط اوضح، والا نشكرك على كل نشكرك جزيل الشكر. أعود إلى سعيد بودور. سعيد بودور، هل تخشى أنه يتم رسكلة الأرشيف السابق السياسي وفقط لتغيير في إطار الاستمرارية وتبقى نفس المنظومة، ويحافظ مثلا الجيش بدعوى الإشراف على التغيير على الاستمرارية في إطار أو التغيير في إطار استمرارية نفس النظام؟ يتعلق الأمر بالسياسيين فهذا الأمر أمر صعب وصعب جدا، لأنه الحراك الشعبي في مكوناته معظمهم شباب ومعظمهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيه طاقة هائلة في بدل في مقاطع الفيديوهات والتصريحات السابقة للسياسيين، وبالتالي سكن في المخيال المجتمع، لأنه هؤلاء كانوا ضد إرادة الشعب. إذا تتكلم لهم على أويحية يعرفوا قصة الياغورت، إذا تتكلم لهم على سعيداني يعرفوا قصصهم مع التوفيق، وبالتالي المخيال الاجتماعي نتاع الحراك الشعبي صعب جدا أنه يتقبل من جديد تلك الوجوه المحسوبة على النظام واللي كانت دائما ضد الإرادة الشعبية. الآن لما يتعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية فأعتقد أنه الشعب عنده قابلية في ما يسمى الجيش، بصريح العبارة الجيش. أما القيادة الحالية الآن اللي هي مرفوضة وفيه بعض الأبواب تريد أن تخدم لها طريق باش يتقبلها الحراك، أعتقد أنه باستقالتهم بتغيير الأسماء بتغيير الوجوه ستبقى نفس المنظومة بنفس التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الصعب جدا في مقابل ذلك أن الشعب يرفض شيء اسمه المؤسسة العسكرية والجيش. شكرا جزيلا لك سعيد بودور الإعلامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. قبل أن نعود إلى الدكتورة فولا، ياسين خالدي أعود إليك. أعتقد لكم تجمع غدا أمام البريد المركزي في العاصمة، طبعا كان هناك جدل، اليوم هناك وقفات، أمس كان هناك جدل وتم اعتقال حتى مثقفين وفنانين ومنعوا، قيل لهم بأنه ممنوع الوقوف، أوامر الشرطة قالت لهم أوامر الوقوف أمام البريد المركزي إلا يوم الجمعة.
أولا من يتصور أن هذا النظام سيتغير في شهرين أو أشهر فهو مخطئ. لذلك أشرت أنا النقطة أي ذهاب إلى هيكلة النظام بالشكل اللي تعود ضيفك من قبل ضيفك الأرنبوي فهو تسكيت الحراك يعني سليم. ثالثا غدا إن شاء الله هنالك فئة من المجتمع الجزائري هي ضحية نظام خونة من سماهم العسكر بالعصابة غدا إن شاء الله على 9:30 ستكون هنالك وقفة احتجاجية دعا إليها عائلات وسجين سياسيين أكثر من ربع قرن وهم يعانون كل أنواع القهر والتعذيب والإرهاب للنفس والتدين. زاد هذا كل القهر القوم بعد سماعهم بالحراك وأصوات التغيير الذي كذلك هم كانوا يحلموا بها في وقتهم. وبالتالي أنا أدعو إلى كل ما تبقى من النظام أو اللي راهي جاية من قبل أن تطلع الناس بلا قيد وشرط. هذه الناس فقط اقتراحهم في يموتون في بيوتهم فقط. هذه الناس تجاوزوا الربع قرن من الغياب عن كل. نحترم انسانيتهم فقط اذا كان هنالك ناس حقيقيين في هذا النظام او في النظام التي كما نقولوا تقدم بعضها الى بعض. وهنالك كذلك عبد الله بن نعوم السجون السياسي الان لمده 28 مضرب على الطعام وقد كان من قبل اجرى عمليه على مستوى القلب. الآن لا سبق من رد العدالة أو المحكمة العليا أن يطلق هؤلاء السجناء السياسيين جاءوا بعد أزمة سياسية هو الانقلاب على إرادة الشعب بعد جنود بن المسلمين. وبالتالي توصل أن هؤلاء زيارة ولا مقامة هما ناس تم ظلمهم. نعم. ولهذا نتمنى أن هذا الناس يعود الى اهليهم ملتويين، ما ينفعش اننا نتكلموا على امور كثيره، هذه الناس يجب ان ينصبوا للحقيقه، هذو بني الناس كانوا يحبوا التغيير، كانوا يحبوا دوله العدل والقانون، هذو بشر فيهم طاقات، فيهم اطباء، فيهم اساتذه، ما كانوا يطلعون في السجون تحت الطهر. وبالتالي ادعو كل النشطاء والسياسيين والحقوقيين ومن يحبون بالتغيير كما حاربوا بهؤلاء ومن يتكلموا عن الحقيقه ان يكونوا موجودين ان شاء الله. غدا امام البريد المركزي، اما القطار انا مؤمن به هذا لا يمكن ان يتغير بين عشيه وضحاها. طيب ولكن انت كنت ياسين تقول بانه يجب الصبر وان التغيير لن ياتي بسرعه. هناك من هذا الراي يقول بانه اصبروا فقط ولكم كل الثقه في قايد صالح وفي الجيش وفي قياده الجيش بشكل خاص، لانه لا اشكال للجزائريين جيش شعب خاوه يعني. ما رأيك في هذا الطرح؟ أولا الجيش هو مثل الشعب الجزائري، هذا كيف نتفق؟ ما تولي الجيش لأنه أضغط المؤسسة الواحدة أو القطاع الواحد اللي صار لأن النظام أضعف كل قطاع، أضعف المجالس، أضعف حتى العدالة اللي ما عندها دور، حتى التغطية القضائية، كلهم ضحايا النظام وخطفوا وتم بأجل حكم العائلة تم إزالتهم جميعا، تم تغييبهم جميعا. الآن نحن فقط هؤلاء الناس نريد أن نفكر الرأي العام، لا نقول نطلبهم قدوة ولا قادم، فقط هؤلاء الناس يعانون في الرسول، طمعت حريتهم، لكن التغيير في القانون راه مازال هنالك وقت. كيف ورد عند 20 سنة 30 سنة حققت أهدافها، ولكن أنه يبقى مواطن جزائري يعذب ويموت بالضبط، هذه مسؤوليتنا جميعا. لأن القضية قضية، ليس قضية مسجون تهمة دخول النظام، لأن حتى الناس لما دافعت على القدرة كانت بمرة أنهم في الدولة، حتى خروج الشعب الآن إذا رحنا، إذا سطر على أننا ما زلنا في الدولة. نظام سياسي فاشل في التسعينات كاد ان يولد البلاد المهاجر باجتماعهم هو نفس نظام التسليط الذي اولد البلاد المهاجر. ياسين سؤال اخير، وانت تعرف غير بعيد عنك في معسكر الحاج غرمول، هذا الشاب الجزائري اذا خرج اول ورفع تلك اللافته المشهوره لا للعهده الخامسه هو في السجن، بينما من وصفهم قايد صالح بالعصابه يتحركون بحريه. نعم. أولا الحاج غرمول هو مناضل وناشط سياسي منذ سنين، هذه الناس تنعبلوا بها، واعتقاله في تسلط عن طريق تسليط حساب. أنا لا يهم المناضل على حاله بقدر ما يهمني على أنه التهمة الحقيقية هذه الهيئة النظامية الرابعة العالمية لها جميعا. يعني قضية ما ربما في العصابة قلت من قبل في هذا يقدم
تكون الى العداله، لانه العصابه التي تامر الجزائر وتترك بين ظهر الشعب تصلح وتمنع، فاذا هنالك شبه توافق يجب ان نتكلموا على القانون. ما لاش نتكلموا اليوم على كان حارس الدوله يعني ملوك ملك سابق تم قتله من طرف شعبه. كان ملوك لما يوقعون العصابون حتى يؤسس الى الدوله المستقبليه. ما كاينش طروال على القائمه هذه ما كان العداله والمحاكمه، لان هؤلاء خاصه الدوله العميقه اللي على رقيه سوفيك وقطر هم من نقشاهم اكثر من نظام بوتفليقه اللي رانا نشوفوا به. نظام بوتفليقه من جود وسيغير الشعب اليوم او غدا، سيرعى الامثله في هذه. اما الخطر هو اختراق المجتمع الجزائري، اختراق المؤسسات، اختراق الاداره، تم اختراقهم. الدول العميقه كانت قويه الى غايه انها اخرجت الامر بالطبع على شقيق خالد. الدولة التي الان مخفيها الان اختطفت 20,000 جزائري، تم انشاء جماعات مسلحه، اخرها ما وقع الجنرال حسان الاعرابي الجنرال حسان اللي تم القضاء على انه تم دعم جماعات السلاح. الدولة العميقه خطيره جدا، اذا انتهينا منها فنقول لكم على العراق ونقول شكرا جزيلا لك ياسين خالدي الناشط الحقوقي. شكرا. دكتور عفولة مرايوكي، هنا هذا الطرح، هناك من يقول أنه أصبروا فقط، هناك عصابة كما وصفها قايد صالح وهناك دولة عميقة، هناك من يتحدث عن الجنرال توفيق ولا يجب استباق الأحداث ويجب الثقة في قائد الجيش. هي توجد صراعات وهذه الجميع هذه الجزائر كلها الآن تعرف أن هناك صراعات أجنحة وأشياء هذه لا أريد أن أدخل فيها، لكن حين نقول الدولة العميقة ويأسوا وانتظروا، نحن نقول أن هناك أصحاب مصالح وأصحاب نفوذ سميهم ما شئت بكل الألوان وفي كل المؤسسات، ومن دون يعني أقول هذه المؤسسة ليس فيها وهذه المؤسسة، توجد كل المؤسسات يوجد فيها أصحاب مصالح يوجد فيها أصحاب نفوذ، وهؤلاء سيبذلون كل جهدهم للحفاظ على مصالحهم وللحفاظ على نفوذهم، وبالتالي التغيير هو مسار طويل وليس تغيير أشخاص وانتهى الموضوع. هذا المسار يبدأ مثل ما قلنا يبدأ الآن بتغيير يعني بإشارات أن هناك تغيير حقيقي. يعني الآن لما نحن نسمع الآن عن عصابة ضد البلد مشبوهة، ثم هؤلاء ما زالوا، ثم اعتقال ووزراء ثم اعتقال أناس ناشطين أو أحد ممنوع من السفر، هذه عما تدل بغض النظر عن هؤلاء الأشخاص من يكونون، هذا ماذا يدل؟ ما هي الإشارات التي يعني تعطينا الأمل أن نحن في المسار الصحيح نحو التغيير؟ أنا لا أريد أن أزرع اليأس، هناك الأمل طبعا يجب أن يبقى عندنا هذا الأمل كي نبقى نتحرك إلى الأمام، لكن على يعني الشعب الجزائري وعلينا جميعا، وانا اتكلم لا ليس عندي الحق ان اتكلم باسم الشعب الجزائري، انا اتكلم عن نفسي كمواطنه جزائريه، كمواطنه جزائريه اقول انني لا ارفض يعني لما يقول الجيش خلاص يدعو إلى هذه إلى تفعيل هذه المواد، أرحب بذلك، أرحب وأقول برهن لي الآن، أنا أنتظر، أنا بالانتظار، لكن لما يقول لي أن هناك عصابات وهناك كذا وهناك كذا ولا أرى شيئا، ثم أرى وهناك ثم أرى اعتقال أناس ومنع أناس من السفر، من حقي أني أتساءل، من حقي أني أطرح الأسئلة، ولا يمنع ولا يجب أن يمنع هذا الحق. يعني نحن ضد، أنا ضد تقديس أي شخص أحضره لي، أنا ضد الأنبياء والرسل، انتهوا الآن في حياتنا في مجتمعنا، لا أريد أن أقدس شخصا أو قيادة ما أي كانت له وعليه. الآن لما تريد أن تخلق لي هالة حول القايد صالح، أنا أقول إن أحسن قلنا له أحسنت، قلت سأقف مع الشعب نقول لك ممتاز، نحن في الانتظار انتظار هذه النتائج ونحيي كل خطوة مع الشعب لأجل هذا الشعب، لكن من دون وصايا وكانت هناك تحفظات طبعا قبل 5 أسابيع كان يرى في هذا الحراك مغرر به. نعم، وهذا الذي ذكرته، يعني نحن يوم 26 فبراير يصف الحركات بالمشبوهة ويصف هؤلاء بالمغرر بهم، يوم 8 مارس يعلن أنه يعني سيضمن ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية وواجبه الانتخابي، نحن ما زلنا ننتظر الواجب الانتخابي كي يقوم به الشعب كما وعدتم. يجب علينا أن تكون عندنا هيئات نظيفة انتخابية نزيهة انتخابية، هذه الشخص
شخصيات نحن نعرف أنها متورطة إلى 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 أخمص أذنيها بالفساد، فكيف نأتمنها على العملية الانتخابية؟ يعني لما نقول في 10 مارس عنده خطاب استعطافي يقول فيه أن الحل الوطني ويفتخر فيه بهذا الشعب، طيب ممتاز، يقاسم ذات القيم والمبادئ مع الشعب، يقول أن الجيش يقاسم ذات القيم، نحن لسنا ضد مؤسسة الجيش، يجب أن تكون هذه واضحة جدا، نقد القايد صالح ليس نقدا لمؤسسة الجيش كمؤسسة. وحتى الجزائريون لا ينتقدون فريق على ماذا يعبر عن، وقطاع منهم بعضهم يعني أشخاص كانوا يقولون نفس الكلام عن جنرال توفيق، كانوا يرون فيه منقدا ثم غيروا وأصبحوا يرون في القايد صالح، مع أن الجزائريين لا إشكال لهم مع الجيش ولا يحكمون حتى على نية القايد صالح إذا بالعكس تغير خطابه يقولون، إذا كان فعلا يريد مساعدة الجزائريين في تحقيق الانتقال الديمقراطي وسيذكره التاريخ هذا ما يريدونه، ولكن لا لتقديس الأشخاص، لا لتقديس توفيق الله الجحيم وما قدم وما قدم. والآن عندنا نحن، أنا غير مسؤولة عن هذا، راح لكل فاسد نريد هذا الكنس. الآن عندنا القايد صالح، نقول له أوكي وعدت وتعاطفت مع الشعب وقلت أن نفس القيم مع الشعب، ووعدت وعدت يوم 18 مارس أنك تثمن الحراك وأن هناك حلول، وعدت يوم 26 مارس وقلت أن هناك يعني مجموعة وكذا وكذا، ووعدت يوم 27. نحن ما زلنا ننتظر، هذه عندنا مطالب، يعني المطالب واضحة، المطالب شخصيات نزيهة، حكومة كفاءات نظيفة اليد تمثل يعني تنوع الشعب الجزائري، نريد هيئة بعد ذلك ننتقل إلى هيئة انتخابات نظيفة اليد، نريد يعني نريد دولة مؤسسات، نريد أن ننتقل في هذا الحراك. لكن هم يقولون دولة المؤسسات، والذي يطرح هذا الطرح أنه يجب التقيد بالمسار الدستوري على الأقل للحفاظ على هذه المؤسسات، وأنه الفراغ الدستوري ليس حلا. سؤال وجهي هنا الآن، عندنا حل أنه الدستور بحذافيره يجب علينا أن ننتقل فيه كأنه وثيقة مقدسة، وعندنا الجزء الثاني لا دستور، أنا لست مع هذا ولست مع هذا مع ذاك، لأن هذا الدستور الآن هو مخترق ومخروق بالممارسات غير الدستورية لمدة طويلة، وإذا انتقلنا من خلاله وصلنا إلى حل إلى حد إلى نفس الشخصيات تقودنا، وهذا غير مقبول. إذن الحل، إذا أردنا لا نريد مصادمة مع الجيش ولا نريد مشاكل الجزائر، نريد الأمن ونريد فعلا ننتقل انتقال سلس، كي ننتقل انتقال سلس الحل الآن، أنا لست خبيرة دستورية، ولكن الحل المنطقي والحل أن نقرأ في حتى في وثائق الدستور توجد تأويلات للدستور بحيث أن يبقى الحل دستوري. يعني أليس الأهم هي توفر الإرادة والنية الحسنة، صحيح، والحيلة في ترك الحيل، لا يتم التحايل على الشعب الجزائري بإسكاته بالقول نعم هناك رغبة في التغيير ثم الالتفاف عليه وتغيير في إطار استمرارية، يعني يروح يحيى مثلا ويجيبوا صديق شهاب، يروح بوشارب من الأفلان ويجيبوا جوجيل مثلا، لا فرق، هو المشكلة ليس في الاسم، المشكلة في منظومة الفساد، إذا كان هذا الإنسان غير مقبول وهو رمز الفساد وهو قد تورط في الفساد فكيف له أن يصلح، فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي نحن نريد إذا كان فيه إرادة ونية حقيقية لن نجد مشكلة في تأويل يعني وجود حل دستوري، حل سياسي بمرجعية دستورية ويكون الحل، يعني ليست مشكلة، أما لما يكون نريد هذه النهاية استمرارية نفس الوجوه لكن تغيير الوجوه ثم محاولة أنه خلاص الآن صار انتهى الموضوع ويجب علينا أن نتبع الدستور بحذافيره ويجب أن نرجع إلى المادة 104 ويجب أن نرجع، طيب مواد كثيرة هناك يمكن تأويلها والرجوع ما باك يعني في من 62 هم يجدون الحلول السياسية حينما يريدون، الآن انتهت الحلول السياسية بمرجعية دستورية، فنحن نقول أن أبناءنا هنا في الجيش أبناءنا كثيرون، نحن مهم جدا جدا بقاء الجيش موحدا وبقاء الجيش والشعب خاوة هذا لا نقاش فيه، لأنه لا نريد أن ندخل في أي، وهذا شعار الجزائريين وهذا شعار المغاربية، وهذا شعار الجزائريين، وهذا شعارنا أن نبقى الجيش والشعب خاوة والجيش من أبناء الشعب، وإذا نقلتها أن الجيش قوته وركيزته في قلب الشعب، فالجيش الذي يريد أن يحافظ على قوته عليه أن يحافظ على قلبه، على قلب الشعب، وبالتالي إذا طعن الشعب فإنه الركيزة سوف تنهار، والشعب واضح ما يريد، والشعب واضح، والشعب يريد الخاوة مع الجيش ويريد مرحلة انتقالية بأوجه نظيفة وليس إعادة رسكلة. شكرا جزيلا لك دكتورة
فل الأحمر الأستاذة الجامعية الباحثة الأكاديمية. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء. شكرا دكتورة فل.